السلام عليكم أحبائي قادة صف الثالث. درسنا اليوم هو المفرد والمثنى. هدفنا اليوم من الحصة التعرف إلى الاسم المفرد والاسم المثنى، ثم تحويل من المفرد إلى المثنى. لنبدأ أولاً بقراءة النص. كان ولد يتنزه في غابة قريبة من القرية. رأى سنجابين يقفزان على شجرتين عاليتين، فرح بهما وقال: ليتهما ينزلان ويلعبان معي. فهم السنجابان كلام الولد فنزلا من على الشجرة وقدما له ثمرتين من ثمار البندق. ننتقل الآن إلى الإجابة عن الأسئلة لاستخراج القاعدة. أيدل الاسم المفرد ولد على إنسان واحد أم على أكثر؟ الاسم ولد يدل على إنسان واحد. وكلمة غابة ألا تدل على اسم شيء واحد؟ بلى، كلمة غابة تدل على اسم شيء واحد. إذن على ما يدل الاسم المفرد؟ من يعرف؟ أحسنتم، الاسم المفرد كلمة تدل على واحد من الناس أو حيوانات أو أشياء. الآن والكلمتان السنجابان وثمرتين ألا تدلان على اثنين من الحيوانات أو الأشياء؟ بلى، كلمة السنجابان تدل على اثنين من الحيوانات، وكلمة ثمرتين تدل على اثنين من الأشياء. ما هو مفرد كل منهما؟ مفرد السنجابان السنجاب، ومفرد ثمرتين ثمرة. ننتقل الآن إلى القاعدة. الاسم المثنى كلمة تدل على، من يعرف؟ أحسنتم، على اثنين من الناس أو الحيوانات أو الأشياء. أحسنتم. ننتقل إلى قراءة القاعدة. الاسم المفرد هو كلمة تدل على إنسان واحد أو حيوان واحد أو شيء واحد. مثال: كان ولد يتنزه في غابة. الاسم المثنى كلمة تدل على اثنين من الناس أو الحيوانات أو الأشياء. مثال: رأى سنجابين يقفزان على شجرتين عاليتين، فهم السنجابان كلام الوالد. الآن بعد أن تعرفنا إلى المفرد والمثنى، سنرى كيف نحول من المفرد إلى المثنى. سنبدأ بالإجابة عن الأسئلة لاستخراج القاعدة. ما مفرد كلمة السنجابان التي تدل على اثنين من الحيوانات؟ مفرد كلمة السنجابان السنجاب. ما الحرفان اللذان زدناهما في المثنى؟ أحسنتم، زدنا في المثنى ألف ونون في آخر كلمة سنجاب. الآن ما مفرد كلمة شجرتين التي تدل على اثنين من الأشياء؟ من يعرف؟ مفرد كلمة شجرتين شجرة. ما الحرفان اللذان زدناهما في المثنى؟ زدنا في المثنى ياء ونون في آخر كلمة شجرة. إذن نستنتج، ماذا نستنتج؟ يصير المفرد مثنى بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على آخره. ولكن متى نزيد ألف ونون ومتى نزيد ياء ونون في آخر الاسم المفرد ليصبح مثنى؟ سنرى. يصير الاسم المفرد مثنى بزيادة ألف ونون
أو ياء ونون على آخره كما يلي: لعبة، لعبتان. ما حركة آخر هذه الكلمة؟ لعبة. حركة آخر هذه الكلمة تنوين الضم. إذن ماذا زدنا على آخرها في المثنى؟ زدنا على آخرها ألف ونون. إذن ماذا نستنتج؟ أحسنتم، نستنتج أنه عندما تكون حركة آخر الاسم المفرد ضمة أو تنوين الضم، نزيد في المثنى ألف ونون. ننتقل الآن إلى المثلين الباقيين. لعبة في المفرد أصبحت لعبتين في المثنى، ولعبة في المفرد أصبحت لعبتين في المثنى. ما هي حركة آخر كلمة لعبة؟ نعم، تنوين الفتح. ماذا زدنا على آخرها في المثنى؟ زدنا على آخرها في المثنى ياء ونون. نعم، وما هي حركة آخر كلمة لعبة؟ نعم، حركة آخرها تنوين الكسر. ماذا زدنا على آخرها في المثنى؟ أحسنتم، زدنا على آخرها ياء ونون. إذن ماذا نستنتج؟ من يعرف؟ ممتاز، نستنتج أنه عندما تكون حركة آخر الاسم المفرد فتحة أو تنوين الفتح، كسرة أو تنوين الكسر، نزيد في المثنى أو في آخر المثنى ياء ونون. الآن بعد أن شرحنا القاعدة سنبدأ بحل سؤالين. سؤال رقم 3: أضع دائرة حول الاسم المثنى الذي ينتهي بألف ونون فقط. حائطان، رغيفان، فرحان، جوعان، خيطان، صبيان، فستان، خروفان، عاملان، عطشان، ناجحان، وصديقان. لكن قبل أن نبدأ بالحل علينا الانتباه أن هناك أسماء مفردة تنتهي بألف ونون وهما من أصل الكلمة، مثل بستان. كلمة بستان تنتهي بألف ونون ولكنها تدل على شيء واحد. السؤال رقم 4: أضع خطا تحت الاسم المفرد وخطين تحت الاسم المثنى. ننتبه فقط تحت الاسم وليس الفعل. قطف المتنزهان وردتين عطرتين. تجاوز السائقان الإشارة في شوارع المدينة. جلس الضيفان على كرسيين. العصفورتان اللتان في القفص حزينتان. أضاء العجوزان مصباحين وشمعتين في الغرفة.